جيد بهذا الشكل. بعد ذلك واش ندير؟ نجيب هذيك الشبكه تاعي، نحط فوقها هذيك الشوكولا ديالي، عندي عفوا هذيك الكاسرونه تاعي. نجيب بتيت بلونش هكذايا صغيره، الشوكولا تاعي نقطعها شويه، راح نضيفها داخل هذيك الكريمه تاعي. هنا راكو تشوفوا ماشي فوق النار، يكون في علمكم انه لو كان نديروا هذيك الشوكولا فوق الكريمه ديجا وهي سخونه فوق النار، واش راح يصير لهذيك الكريمه تاعي؟ عفوا ديك الشوكولا راح تتحرق. نعاود الشوكولا تاعي دائما كي نضيفها هكذا نضيفها خارج الفرن بهذا الشكل. تحبي كميه اكثر تقدري تستعملي الكميه اللي حبيتيها، لكن الاختيار يعني انه علاش راني ندير هكا. انا البريوش تاعي وجدته باش نشوف لكم التفاصيل تاع بريوش المحلات. بسم الله، ما عندنا مكالمه من بو فارك. الاخت هدى تفضلي. ام هدى. نعم سيدتي، مرحبا بك تفضلي. الو بخير اختي، شراكي؟ لاباس الحمد لله، انت يا صحه لاباس؟ الحمد لله انتي مليحه. بدات ريحه زلابيه ولا مازال؟ زلابيه شابه، بدات حاله في بو فارك. بداو ديجا والله غير شحال نحب بو فارك في رمضان. الشرب الله يبارك. ايه الحمد لله والله، غير يعني ان شاء الله يا ربي نصوموه بخير وعلى خير ان شاء الله. ربي يبلغنا بخير ان شاء الله. هما يبداو كاع التحضيرات من دوكا، كاع راهم يوجدوا ان شاء الله. ان شاء الله طحنا علي فاكونس تاع زراري. حاله تكونوا بيان ان شاء الله. ان شاء الله تعيشي شاف ديموندي منك قلاوه ان شاء الله. راهي شوفي برمجتها باذن الله الاسبوع القادم باذن الله. ها ان شاء الله لازم ندير اللوز، راكي عارفه بقلاوه قلب اللوز، وعندي القطايف هادو باذن الله راح نديروهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الشيف يعطيك الصحه وربي يقدركم. شكرا سيدتي، شكرا وما نطولش عليك ونضعكم بالصحه والهنا انت يا كامل تكنيك ان شاء الله سيدتي. شكرا ان شاء الله ان شاء الله ربي يعاونك. شكرا سيدتي، تحياتنا للناس بو فارك. شكرا. اذا شوفوا انا البريوش تاعي كنت وجدته مسبقا، شوفوا هكذا يجي البريوش تاع المحلات هكذا نديروه. فوالا نجيب السنيوه تاعي ونبدا نعمر. انا بيخمر ياك، بعد نوريكم لو فاصوناج تاعو كيفاش راح نفاصوني. بسم الله فوالا نجيب كيس واحد اخر. فوالا جيد، عندي واحد فوالا. اذا عندي هذيك الخبزه تاعي، شوفوا كيفاش يجيك، تجيك طال الله الله. قلت كما ملي حبت دير مشروعه، وهذا البريوش اساسي في رمضان، كامل لي جون يحبوا يسحروا بهذا البريوش. كاش لي ما يدخلش للدار ويجيب وحده معاه، مام السعر تاعو ياك شتو كيفاه، راه غالي شويه. مي تقدري سيدتي، انا عطيت لك الوصفه وكيما قالت السيده الكريمه انه رمضان راح يجي في العطله، صافي الدراري ما يقلقوكمش كيما يقولوا. تقدري تحضري هاد البريوش، شوفي مام زعما تقدري تخدمي كونتيتي وديري في كونجيلاتور. دائما كي نقول لكم انايا كي نقول كونجيلاتور ياك، لازم مباشره بعد ما يطيب ويسخن يبرد شويه برك نديرو في لي ساك دو كونجيلاسيون سبيسيال هادوما تاع الخبز، ومن بعد نحطو في الثلاجه ونخلي كل ما نحب نجبد نوجد الكريمه تاعي. ويلا نفتحوم هاد الكوتي هذا يا شباب، نخلي هكاك بوغ لا بريزونطاسيون. كلمة من مستغانم، أخت فاطمة تفضلي. السلام عليكم شيف.
مرحبا بك فاطمه، واش راكي؟ مرحبا بك، كنت مليحه. راكي غايه؟ غايه الحمد لله. وانتوما؟ الحمد لله. كيك مليحه؟ الحمد لله، راني هايله الحمد لله. الحمد لله، المهم الصحه. شكرا بالشكر على الوصفات ما شاء الله. الحمد لله سيدي. كي كتبتي الوصفه تاع البريوش اليوم يا خديتيها؟ واه كتبتها، ما وصفه الروز عجبتني، شابه بزاف. اه هايله هذه، تعرفي في رمضان خبيها، ما دوكا هكذا في الفطار عندك دي زانفيتي ولا تقدري ديريها، ماهوش مشكل. شاف عندي سؤال. تفضلي. عندي شخضه ندير الموله عادي، موله تاع زمان هذه، كي نديرها في الموله تاع زمان نديرها، كي نديرها في الكوشه تهبط لي ما تبغاش تطلع. الموله لامونة ولا لامونة؟ لا مولة مولة مولة، هذيك تاع زمان. واش نها المولة؟ هي مولة هذيك اللي تجيبها. وا لا مولة، حنا نقولها مولة، هذه اللي تجيبها 5 بايت، كاس حليب، كاس زيت. اه موسكوتشو. وا موسكوتشو. ايه حنا نقولو موسكوتشو. عفوا، واش يصرالو؟ كي ندخل الفور عاود يهبط لي، ما يطلع ما يطلعليش. شحال عاد ديري المقادير قولي لي برك، قولي لي واش كيفاش ديري له المولة تاعك، تاع 6 بيضات ولا تاع 4 ولا تاع 3؟ لا لا ندير 5 بيض. اها ايه تفضلي زيدي. ندير 5، ندير ايه هي كاس تاع السكر، ايه كاس تاع الزيت، ايه وكاس تاع الحليب، وندير مبشور الليمون ونوضع مع الفرينة ونخلطها هكا وندخلها. وبعد ما تطلع لك كيفاش هذه؟ ما مت... شوفي ما تطلعليش غاية، ما شوفي ما تطلعليش غاية. شوفي الأخت الكريمة الأذن راهو يأذن، قعدي معنا في الخط دوك نعاود لك دوك نعطيك الوصفة. تقبل الله صلاة الجميع مزيدا من عفوا مزيدا من الاجر والمغفره والتواب. عفوا، اذا مشاهدينا نعاودوا نرجعوا للخبز تاعنا المحشي. فعلا شوفوا شاني، عفوا البريوش محشي. برك السيده اللي ولا البنت اللي اتصلت دوكا، نقول لك اولا قبل كل شيء باش ما تحبطلكش الكيكه تاعك، اولا نشعل الفور تاعي قبل ما نبدا لا بريباراسيون، لازم نشعلو على 180 درجه ونخليه مباشره. واش ندير بعد ما نوجد نبريباري هذيك الكيكه تاعي؟ واش راح ندير؟ راح نفتح الفور تاعي شويه، لازم تخرج هذاك، نحنا نقولها لك بالدرجه، هذاك الصهد تاع الفور لازم يخرج، لانه لو كان تدخليها مباشره واش حصل لها؟ راح تقعد لك خضره من الداخل وتشوط لك على برا، يعني طيب حمراء بزاف. اذا يخرج لك